السلام عليكم. يعني نحن كمغاربة غيورين على بلادنا، نتأسف غاية الأسف على هذه الجريمة الشنعاء التي وقعت بمدينة مراكش من طرف امرأة مجرمة ضحت بأطفال أبرياء، وأكثر من هذا أنها صادفت الجريمة عيد الأضحى الأبرك، صادفته الجريمة، مما جعل الكل يستنكر، والكل يعني والكل لم يبقى يملك أعصابه، ونحن نستنكر غاية الاستنكار على ما وقع من طرف هذه المجرمة، ونتمنى خالصين بأنه القضاء نزيه سيقول كلمته فيها لكي تبقى عبرة للآخرين. وأنا أسباب والروايات متعددة، وأنا في قرب باب القصبة، يعني كاين جماهير غفيرة وحاشدة تنتظر ضاحية، وهذا منظر لا يبشر بالخير، والكل متلبس بحزن بكآبة بالويلات، والنساء تبكي. يعني ما فعلته هذه السيدة ليس لا علاقة لا بالإسلام ولا بالأخلاق ولا 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 ولا. يعني ضحات بها جوج ديال الدراري بمناسبة العيد، راه حنا أن الكل يستنكر. هذا ما وقع، يعني لم يكن في الحسبان. وما هو ذنب هاد الطفلين اللذان ذهبا ضحية هذا الغدر الشنيع، هذا الغدر الذي لم يكن ينتظره أحدا، وبالأخص بمناسبة عيد الأضحى؟ هذا عار، والكل يستنكر. ما ذنب هاد الطفلين؟ ما ذنبهما؟ لا ذنب لهما. ولهذا الله يجيب الصبر والسلوان لباها اللي دابا راه داخل المستشفى، الاب ديال الطفلين راه داخل المستشفى، ويوجد لحد الساعة يوجد في صحة جيدة. كل ما قيل وقال بأنه توفي بالمستشفى، ولكن هذه مجرد دعاية فارغة. دوك كيف تنقولوا المراكشيين، دوك كريحنكو هما اللي تيقولوا هاد الهضره هادي. وما السيد راه لا زال حي يرزق، وكانوا هادوك الابناء ديالو يعني كانوا عزيزين عليه، وكان يعني مضحي من اجلهم. وإنا لله وإنا إليه راجعون، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، والسلام عليكم.